خلوني نذكركم بشيء بين قوسين، لأنه تحل ذكراه اليوم، فأردت أن لا تمر هذه الذكرى، لأني أعرف ربما هذا يفتح أفاق، يفتح دراسات، الناس تفكر في الموضوع إلى آخره. هذه مواضيع مهمة. اليوم إخواني نحن 7 نوفمبر 2019، اليوم هي الذكرى 58، اليوم هي الذكرى 58 لأول تجربة نووية تحت الأرض في مثل هذا اليوم. في 7 نوفمبر 1961 قامت إمبراطورية الشر الفرنسية الاستعمارية بإجراء تفجير نووي تحت الأرض. قبل ذلك كانت قد قامت بأربع تفجيرات فوق الأرض، هذه وكانت في رقة. أما ابتداء من 7 نوفمبر 1961 فإنها ستقوم ب 13 تفجير نووي تحت الأرض بداية من 7 نوفمبر 1961 إلى 16 فبراير 1966 في منطقة عين أكر، إذن في أقصى الجنوب. وهذه التجارب كانت كارثة على سكان المنطقة ولا تزال، كانت كارثة على آلاف الجزائريين ولا تزال، كانت كارثة على الوطن الجزائري ولا تزال. فهناك مشاكل ومصائب مرتبطة بهذه التفجيرات النووية، ولكن أيضا تفجيرات أخرى كيميائية وبيولوجية وجرثومية، كلها قامت بها فرنسا وهي تغادر أو بعد المغادرة. لأن حينما نقول أنها استمرت حتى 66، السؤال المطروح كيف استمرت هذه التجارب رسميا حتى 66؟ في الواقع بينما كانت آنذاك المفروض أنها دولة الاستقلال، في البداية كانت دولة بن بلة ثم أصبحت دولة بن مدين. في الحقيقة فرنسا تتكلم على 17 تجربة نووية لتعترف بها، لكن الدراسات تقول، ومن بين هذه الدراسات واحدة قام بها أخونا عباس عروة وأيضا بعض الاختصاصيين الآخرين، لكن عموما هذه الدراسات تقول أنه وقع 57 تفجيرا في الجزائر وليس 17 تفجير، وأن الإسرائيليين شاركوا مع الفرنسيين في هذه التفجيرات، وأن فرنسا هي التي مكنت الإسرائيليين من القنبلة النووية، وقد تم ذلك على حساب الشعب الجزائري والوطن الجزائري، وأنها هذه التجارب سواء كانت نووية أو جرثومية أو كيميائية أو بيولوجية استمرت حتى عام 78 وليس فقط عام 66. هذه كلها في حقيقة الأمر بقدر ما تطرح وتدين فرنسا، بقدر ما تدين أيضا بعض أولئك الذين تولوا الحكم بعد الاستقلال، خاصة وأننا نعرف أنهم تبنوا خطابات وطنية، لكن في واقع الأمر وفي واقع الناس كان الأمر مختلف. وهذا هو الدليل، هو استمرار التجارب النووية والجرثومية والكيميائية والبيولوجية في أرض الجزائر، واللي مازال الشعب الجزائري خاصة في الجنوب يدفع ثمن هائل لها، وقد دفع ثمن هائل لها أيضا أولئك الذين اعتقلوا في بداية 92 وحولوا إلى قلب هذه المناطق. كثيرين من الذين خطفوا وأسروا في هذه المناطق وكان يزيدون عن 20,000 ماتوا أو راهم يعانون من أمراض سرطانية. كثيرين منهم، فقدنا بعض الأصدقاء، فقدنا بعض الأحرار، وأعرفهم شخصيا بما فيهم أخونا إبراهيم فيلالي رحمه الله أحد هؤلاء مثلا، وقد كان محاميا وقد توفى قبل سنوات في ملجئه في بريكسل. أعتقد أنه عاد للجزائر في الفترة الأخيرة قبل وفاته، لكنها كانت السبب المباشر هي تلك التفجيرات، والسبب المباشر طبعا كان حينما وضع الآلاف. الأخبار تقول أنه أكثر من 20,000 ما بين جونفي و 98 وإلى غاية، بعضهم بقي إلى غاية 97 أو 98، بعضهم كان محظوظ خرج في 94 95، ولكن البعض بقي حتى نهاية التسعينات وقد أصيبوا بتفجير. طبعا سكان المنطقة حدث ولا حرج،
ولديهم مصائب هناك، والولادات والنساء والعقم وحتى حيواناتهم. ويقول المتخصصين أن هذه التجارب وهذه المصائب ستبقى لآلاف السنين في تلك التراب وفي تلك الأرضية، بل أن إحدى التجارب كانت حدث فيها خلل، أعتقد التجربة الثانية، ووصل الدخان النووي إلى إسبانيا وإلى إيطاليا، طبعا الشمال الجزائري، المغرب، تونس، كلها تمسوا. هذا موضوع يعود له الأحرار والباحثون بإذن الله.